تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف في مسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة المغرب يوم غد السبت 11 ربيع الأول 1444 وموافق 8 أكتوبر 2022. وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونصره الله وأيده.